لأن سوريا قلب بلاد الشام ومركزه الذي يؤثر ويتأثر. في المؤشر معي أنا آلاء هاشم، نناقش قضايا عربية ودولية. أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. الأردن يقول إنه أحبط محاولة إيرانية لضرب استقراره. الملك عبد الله يتوعد ويعتبرها تهديدا مقلقا. وطهران تلتزم الصمت. القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في أوكرانيا. زيلينسكي يحذر من التداعيات، وبوتين يجلب رجل اقتصاده لقيادة العسكر. إذن تزداد حدة العلاقات الأردنية الإيرانية، لا سيما عقب العدوان الإسرائيلي على غزة ومساعي إيران كسر الحدود الأردنية أمام الميليشيات التابعة لها. الفصل الجديد في التوتر بين طهران وعمان جاء عقب تأكيد مصادر أمنية أردنية لرويترز إحباط محاولة تهريب أسلحة في آذار الماضي أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. المصادر الأمنية قالت لرويترز إن الهدف من هذه المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، لكون معظم التدفق السري للأسلحة إلى البلاد كان متجها إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. لكن المسؤولين الأمنيين قالوا أيضا إن بعض الأسلحة بما في ذلك تلك التي تم الاستيلاء عليها في مارس كانت مخصصة للاستخدام في الأردن. وقال مصدر آخر مطلع على الأمور الأمنية الأردنية إنهم يخفون هذه الأسلحة في حفر تسمى النقاط الميتة، ويحددون موقعها بعد ذلك عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ويصورون الموقع ثم يأمرون الرجال طبعا التابعين لهم باستعادتها من هناك. طهران من جانبها لم تعلق على ما قيل إنه لضرب الأردن، لكن العاهل الأردني عبد الله الثاني قال في القمة العربية إن ميليشيات مرتبطة بطهران زادت من محاولاتها تهريب أسلحة إلى الأردن عبر سوريا، مطالبا الملك الأردني بضرورة التحرك الجدي لوقف تدفق السلاح. التوتر مشاهدين بين الأردن وإيران ليس جديدا، إذ كان الملك الأردني عبد الله الثاني أول من نبه إلى خطورة الهلال الشيعي الذي تعمل عليه إيران، وذلك في العام 2004. كما أن إسقاط الأردن لصواريخ إيرانية كان في طريقها، أو هذه الصواريخ كانت في طريقها لإسرائيل، وتر العلاقات ودفع بمسؤولين إيرانيين لتهديد عمان بشكل مباشر. للنقاش حول هذا الموضوع معي من طهران مباشرة دكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية من طهران. إذا أهلا بك دكتور عماد. دكتور عماد، ما الذي تريده طهران من عمان؟ نعم، سنعود لدكتور عماد. ثبت مشكلة بالصوت. مشاهدينا، نتعرف في هذه المادة إلى أبرز محطات العلاقة بين الأردن وإيران، ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. Thank you.
إذن في كتاب العلاقات الأردنية الإيرانية التي يقال بأنها توترت في الفترة الأخيرة كما لم تكن سابقا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وبعد 7 أكتوبر، رويترز وكالة رويترز قالت القول الأخير بأنها بحسب مصادر أمنية أردنية بأن الإيران تسعى لزعزعة الأردن عبر تهريب أسلحة من سوريا إلى داخل الأردن ومن ثم بعد ذلك إلى الأراضي المحتلة في فلسطين. طبعا نسبت الخبر كما قلنا لمصادر أمنية أردنية. إيران من جانبها لم تعلق. للنقاش على هذا الموضوع معي من طهران مرة أخرى دكتور عماد أبشناز، أرحب بك. دكتور عماد، كيف تنظر طهران إلى هذا الخبر؟ وهنا نعود إلى السؤال الأول، ما الذي تريده طهران من عمان؟ تحياتي لك سيدة ألاء وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع أتصور أن هذه فبركة إعلامية من قبل رويترز، إن كان المقصود أن إيران، يعني القسم الذي يقولون أن إيران سلمت الأسلحة لمجموعات لزعزعة الأمن في الداخل الأردني، ليس هناك أي مصلحة لإيران لكي تزعزع الأمن الأردني. في الواقع منذ تقريبا 6 أو 7 سنوات المرشد الإيراني أعلن صراحة أنه يجب مساعدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لكي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وإرسال الأسلحة بأي طريق يمكن إرسالها إلى الضفة الغربية. وعلى هذا الأساس أستطيع أن أقول لك أن إيران إذا ما تجد أي طريق تستطيع أن توصل من خلاله الأسلحة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كي يدافع عن نفسه فهي سوف تفعل ذلك. ولكن الأمر ليس، الهدف ليس الأردن، الهدف ليس لكن رويترز بحسب المصادر الأمنية الأردنية تقول الهدف هو إيصال أو مساعدة الشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه. طيب رويترز تقول حسب مصادر أمنية أردنية بأن هذه الأسلحة كان بعضها مخصص للبقاء في الأردن من أجل زعزعة الاستقرار في الأردن. الأمر ليس مقتصر فقط على دعم فلسطين كما تدعي إيران دكتور عماد. هذه أنا أعتبرها فبركة إعلامية. فبركة إعلامية. لا، هذه فبركة إعلامية. طيب من قبل رويترز. طيب نحن رأينا فبركات إعلامية. سأعطيك تصريحا من مسؤول فبركات إعلامية من الحرس الثوري الإيراني دكتور عماد، تعمل لصالح إسرائيل لكي تفبرك الأخبار ضد إيران خلال الفترات الأخيرة. طيب هذه فبركة عملت رويترز إعلامية. هكذا فبركات إعلامية. ما رأيك بمصدر تابع للحرس الثوري الإيراني بعد الطائرات المسيرة الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي الأردني؟ في ما قالت طهران بأنه مواجهة لإسرائيل، ثم مصدر تابع للحرس الثوري قال الهدف القادم هو الأردن. من هو المصدر؟ يعني الواقع هنا المشكلة تكمن في أن هناك فبركات إعلامية عندما يقولون مصدر قال كذا مصدر قال كذا. لا، لو كان الأمر واقعيا لكان يعني الحرس الثوري الإيراني لديه متحدث ولديه قادة، هم يعني لا يخجلون من أحد كي يدلوا بتصريحاتهم بشكل علني. أن يأتوا من مصدر ويقولوا ذلك، هذا فبركات إعلامية. إيران ليس لديها أي مصلحة في ما يعني في زعزعة أمن الأردن، أنا أؤكد ذلك. إيران فقط تريد مساعدة الشعب الفلسطيني. هي نعم تسلم الأسلحة للمهربين كي يهربوها إلى الداخل الفلسطيني، إلى غزة والضفة الغربية، حتى تدفع الأموال للإسرائيليين كي يسلموا أسلحة للفلسطينيين، يعني المهربين الإسرائيليين هنا المقصود. وعمليا معظم الأسلحة التي تم استخدامها من قبل المقاومة في غزة أو حتى الضفة الغربية تم تسليمها إليهم من قبل مهربين إسرائيليين، لربما على
رويترز أن تبحث عن الاختراقات الموجودة لكن في إيران داخل في هذا الإسرائيلي. الإطار يعني ما تدعيه بأنه دعم للأردن، يبيعون الأسلحة. تريد أو تتعامل مع الأراضي العربية كأنها مشاع، يعني إذا أرادت إيران أن تهرب الأسلحة للمقاومة الفلسطينية عبر الأردن هذا متاح. هل ترضى إيران أن تهرب أسلحة لأذربيجان عبر أراضيها مثلا؟ عمليا الأردن يقوم بالعديد من هذه الأعمال ضد إيران، يعني عمليا مجاهدي خلق، مجموعات كبيرة منهم موجودون، الملكيين موجودون في الأردن. ليس صحيحا دكتور، نحن لا نريد أن ندخل في هكذا سجال. منذ عام 2002 عمان أغلقت مكاتب مجاهدي خلق. لا هذا صحيح. طب سأعود لك، سأعود لك دعنا نسمع رأي ضيفي من عمان، الوزير والدبلوماسي السابق دكتور بسام العموش. دكتور بسام، منذ عام 2002 وأنت تحذر مما قلت أنه هدف إيراني من أجل زعزعة استقرار الأردن، خبر رويترز يأتي في ذات السياق. بداية، ما رأيك بالخبر؟ ما رأيك بتوقيت نشر الخبر الآن كذلك؟ يعني إيران لا تخفي يعني رغبتها في التوسع، ولهذا محمد صادق الحسيني، أنا بسب من اسم مشان الأخ يسمع، قال نحن نحتل 4 عواصم عربية، دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء، والمحاولات للدخول للأردن استخدمتها إيران بشتى الوسائل. خميني من أول ما وصل قال تصدير الثورة، والآن هم يصدرون الثورة ويصدرون الفتن والمخدرات على الحدود الأردنية الشمالية والشرقية، مخدرات وسلاح في آن واحد. هذه كذبة كبيرة أن يقال أننا نريد أن نرسل السلاح للضفة الغربية ولفلسطين. البحر الأحمر موجود والسفن الإيرانية، فلتذهب إلى شاطئ غزة وتنزل الأسلحة. لماذا لا يذهب يرسل من عند حسن نصر الله؟ قبل سنوات عديدة كان حسن نصر الله أرسل مجموعة معها سلاح من سوريا، ثم دخلوا إلى الأردن وتم القبض عليهم، فقال هذه لفلسطين. لماذا لا يرسلها هو من هناك إلى فلسطين؟ المقصود هو زعزعة أمن الأردن. ليس يقول ليس لإيران مصلحة، لا لها مصلحة، لأنها تريد أن يكون لها هناك مخالب في المنطقة، بهدف أن تقول لأمريكا نحن دولة كبيرة هنا ونحن دولة معتمدة ويجب أن تعتمدونا ولنتقاسم المنطقة نحن وإسرائيل. هذا الكلام إحنا بالنسبة لنا مرفوض. الحدود الشمالية في معارك، أول أمس استشهد بعض أفراد الجيش الأردني، حتى يعني قبل سنوات طويلة قبض على تنظيم مسلح في الأردن وكان يدير السفير الإيراني، والأردن لأنه لا يريد قطع العلاقة نهائيا مع إيران فطلب من السفير باللغة الدبلوماسية أنه غير مرغوب فيه وتمت مغادرته. هذا ليس مصلحة إيرانية، والأخ يتهم الأردن أنه يهرب أسلحة إلى إيران، هذا كلام كذب وغير صحيح. الأردن كان عنده مجموعة مجاهدي خلق لهم مكتب وتم إغلاقه، ولا الأردن ولا 22 دولة عربية تدخل سلاح إلى إيران، هذا كلام كذب غير صحيح على الإطلاق. لكن دكتور بسام، يعني المصادر أو حتى الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين في الأردن قال بأن هذا الخبر مفبرك وبأنه لا علاقة للإخوان المسلمين بأي خلايا. لا، هذا يريد أن يدافع عن الإخوان أنهم لا علاقة، وأنا يعني ربما أضم صوتي أن الإخوان كإخوان تنظيم كانوا دائما مع الدولة الأردنية في انقلاب 58، وقفوا ضد الإنقلابيين في محاولة المنظمات الفلسطينية السيطرة على الوضع في الأردن سنة 70، وقف الإخوان ضد هذا، وفي ما سمي بهبة نيسان وفي الثمانينات حاول اليساريون أن يحدثوا خللا أمنيا في الأردن، الإخوان وقفوا ضد ذلك، واعترف الملك حسين رحمه الله أن الإخوان دائما نجدهم في صف الدولة الأردنية. الآن إذا كان في عناصر من الإخوان ارتبطت بإيران بطريقة أو بأخرى هذا شيء آخر، أما الإخوان كجماعة أنا ليست مهمتي أن أدافع عن الإخوان، لكن ما نعرف عن تاريخ الإخوان أنهم لا يمكرون بالأردن ولا يريدون زعزعة الأردن، بل على العكس يقولون في خطاباتهم أمن الأردن عبادة. فإذا وجد منهم عناصر فهؤلاء أفراد يمكن أن يحاسبوا وهم قيد التحقيق، فيتبين هذا الأمر، والدولة عندها من الأدوات ما يمكنها أن تتأكد من كل شيء.
دكتور أبشناز، تقول بأن إيران لا هدف لها في الأردن، لكن منذ عام 2001 مثلا تم استدعاء السفير الإيراني في عمان لأنه شارك في فعالية قامت بها المعارضة الأردنية منذ عام 2001 نحن نتحدث، وبعد أكثر من 20 عاما تنكر بأن إيران لها هذه الأهداف داخل الأردن. أولا بالنسبة لما يعني أحيي الأستاذ بسام بداية، وبالنسبة للسيد محمد صادق الحسيني لربما يقول لنا ما هو منصب السيد محمد صادق الحسيني. هو صديقي وأنا أعرفه جيدا، هو ليس لديه أي منصب، يعني كل واحد طلع بكلام قال شيء هذا لا يعني أنه منسوب للحكومة الإيرانية. محمد صادق الحسيني ليس لديه أي منصب في إيران أصلا، هو ليس في إيران، يعني هو الآن أتصور أو في سوريا أو في لبنان، يعني هو ليس أصلا هنا في إيران. أما بالنسبة للموضوع الذي أو السؤال الذي ذكرتي، نعم إيران ليس لديها أي مصلحة لزعزعة الأمن الأردن، وبعكس ما قاله الأستاذ بسام إيران لا تحتاج لكي يكون لها أي نفوس في الأردن كي تقول للولايات المتحدة أو أي طرف آخر إنها قوة إقليمية. يعني إيران عمليا هي قوة إقليمية وهي لا تحتاج أن تثبت ذلك لأي طرف ما. طبعا الأردن عندما يقوم بالدفاع عن الكيان الصهيوني أمام الطائرات والصواريخ الإيرانية هو يقف في صف الإسرائيليين والكيان الصهيوني. هو لماذا إيران أصلاً عفواً لماذا إيران تتعامل مع الدول العربية كأنها حدائق خلفية لها؟ دكتور أبشناز، يعني دعنا أرجوك، يعني دعنا نتحدث بالمنطق، لماذا إيران تتحدث لو سمحت؟ لا نتصرف كحدائق خلفية، ولكن أنتم تتعاملون مع الدول العربية وكأنها حدائق خلفية لإيران. لماذا أصلاً؟ اسمح لي إيران إذا كانت تريد أن توجه طائرات مسيرة إلى إسرائيل، لماذا لم ترسلها عبر سوريا؟ سوريا مشاع لكم، لبنان مشاع لكم، لماذا قررتم أن تخترق الطائرات المسيرة الأردن؟ حتى تقولون أن الأردن يدافع عن إسرائيل؟ الأهداف التي كانت تستهدفها إيران، كان يجب على الصواريخ والطائرات أن تعبر هذا المسار. يعني عمليا القاعدة العسكرية التي كانت إيران تريد استهدافها هي في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأقصر طريق للوصول إليها كان هذا الطريق. يعني هذا منطق؟ هذا منطق دكتور عماد؟ هذا من طريق أخرى. هذا يعني عمليا أنا هنا، عفوا سيدة هلا، أنا هنا لست مدافعا عن الحكومة الإيرانية أو قراراتها، لكنك تتهم الأردن الآن بأنها تدافع عن إسرائيل وأنا أناقش. عمليا إيران كانت تريد، عفوا لم أسمع السؤال، لا تدافع تقول عن الحكومة الإيرانية، لكنك تتهم الأردن بكل جرأة بأنها تدافع عن إسرائيل. هناك من يقول أنتم من أردتم إحراج الأردن عبر مرور هذه الطائرات عبر الأجواء الأردنية. هي قامت بالدفاع عن إسرائيل، يعني عمليا بعد أن لم تستطع الولايات المتحدة وبريطانيا صد الطائرات والصواريخ الإيرانية، الأردن قام بإيجاد السد الثاني بعد الأمريكان والبريطانيين. السد الخلفي كان الأردن، هو سد العديد من الطائرات والمسيرات، وهذا أعلنه علنا. طيب. ورأينا أن الطائرات الإسرائيلية انطلقت وقامت باستهداف قواعد لحلفاء إيران في العراق منذ حوالي 3 أسابيع، والإسرائيليين وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها قالت أن الصواريخ انطلقت من فوق سماء الأردن. لا داعي لأن تستشهد بمصادر إسرائيلية. دعني أسمع رأي ضيفي. سمح لهذه الطائرات الإسرائيلية دكتور بسام أن تطلق الصواريخ إلى الداخل العراقي، فهمت ولكنه الفكرة. يعني دافع عن إسرائيل. دكتور بسام، قامت إيران بمهاجمة إسرائيل. دكتور بسام،
إذن إيران تريد أن تصل الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية، والأردن دافعت عن إسرائيل عبر اعتراض هذه الصواريخ المسيرة. الإيرانيون ليس لديهم أي أطماع في الأردن، ما رأيك؟ يعني مسلسل الكذب الإيراني مستمر لهذا النظام. أولا بدي أنبه الأخ أن محمد صادق الحسيني مقرب من الحرس الثوري، ويعني لطالما نقل لنا رسائل من رفسنجاني ومن غيره من القيادة الإيرانية. على كل حال إذا سمحت لا تقاطعني، أنا ما قاطعت. لا هو ليس لديه أي منصب. لا تقاطعني، أعطيتك المدة الكافية، أريد أن أسمع دكتور بسام. أنت تقول ما تريد وأنا أقول ما أريد، أرجوك لا تقاطعني، في أدب للحوار. الصواريخ الإيرانية، الفتاشات الإيرانية، ألعاب البهلوان الإيرانية هذه لتقفز من أي مكان، لتقفز من لبنان، لتقفز من سوريا، لتقفز من أي مكان، أما من الأردن، الأردن يمنع ذلك. وأنتم قلتم إذا تدخلت أمريكا ضد هذه المسيرات فسوف يعني تتلقى العقوبة، لم نجد أي عقوبة للصواريخ. هذه الصواريخ الإيرانية الكاذبة هذه لم تقتل ولا يهودي واحد، هذه قتلت طفل فلسطيني من البدو من عرب بئر السبع. الأردن له سيادة، والمتاجرة بفلسطين لا تنفع النظام الإيراني. الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ 7 أكتوبر وبدأ يقول أين فسطاط الممانعة، أين وحدة الجبهات، وبعد ذلك لا شيء، ووقفوا وقالوا ما كان، حتى خالد مشعل قال لم يكن أملنا بهذه الطريقة. وأنت كل هذا الكلام ثم يقول لست مدافعا عن إيران. الأردن من حقه أن يسقط أي طائرة أو مسيرة تأتي فوق سمائه، وبعض المسيرات سقطت على الأردنيين، سقطت في مرج الحمام وسقطت في البحر الميت. فإذا كان 300 صاروخ ومسيرة لا يقتل يهودي واحد، إذن القصد ليس ذلك. ولهذا الإيرانيون أو الإسرائيليون بادلوا الإيرانيين الشعور بالغزل من هذه الطائرات فأرسلوا إلى أصفهان، ثم لم يحدث أي شيء، ثم عادت المياه إلى مجاريها. إيران حليفة لأمريكا بكل معنى الكلمة. وإلا أنا أسأل، كيف تم إسقاط نظام صدام حسين؟ من الذين دخلوا مع بعض؟ الأمريكان ونظام الإيراني دخلوا مع بعض، وهم الذين اتفقوا مع بريمر على دستور للعراق، دستور طائفي مثل الدستور اللي في لبنان، وهم الذين دخلوا مع الأمريكان. دكتور بسام إذن أنا هناك ما مصلحة الشعب الإيراني في هذا؟ لماذا تريد إيران التمدد؟ لماذا لا تعيش داخل حدودها مع جيرانها بكل احترام وتقدير؟ طيب. نحن نحب الشعب الإيراني ونتمنى له التوفيق، أما هذا الأخطبوط الذي يمد يده هنا ويمد يده هناك، كل يد تمتد إلى الأردن سيتم قطعها. دكتور بسام، هناك من يقول بأن الأردن الرسمي يستثمر بما يقال بأنه تهديد إيراني في هذا الوقت من أجل شد العصب الداخلي والقضاء على المظاهرات. يا سيدتي، ما عندنا داخليا أي توترات، في أردنيون يتظاهرون لصالح غزة، والأردن الرسمي طبعا لن يكون بنفس الموقف الشعبي. الموقف الشعبي مظاهرات، مسيرات، مطالبات، ضغوط، وهذا حق دستوري ليس منا، من الحكومة على الناس. ولكن الأردن يقيم مستشفيين داخل فلسطين. الأردن هو الدولة الأولى التي بدأت بإسقاط المساعدات بالطائرات. الأردن هو الذي جر عدد من الدول الغربية إلى إسقاط أيضا طائرات ومساعدات. يعني الأردن لا يستطيع أن يحارب أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكل الدول التي أعلنت أنها تقف مع إسرائيل. لو أن الأمة الإسلامية موحدة، لو أن إيران لا تنخر فينا من الطعن في الظهر، لو توحدنا ووقفنا في وجه إسرائيل. نحن لا نؤمن بإسرائيل، لكن الغرب يعادينا وإسرائيل تعادينا، وإيران تطعن هذا النظام الحالي يطعننا في الخلف. إذا كان أحمد نجاد قال أنا أمسح إسرائيل، لماذا لم يمسحها؟ لماذا لا يمسحوها؟ يمسحوها وخلصونا، مستعدين إحنا نموت مع من يموت في المنطقة في سبيل أن نتخلص من الكيان الغاصب السرطاني الذي زرعه الغرب. إيران يجب أن تعود إلى رشدها، لغير مقبول منها أن تتسلل إلى بلادنا. إذا كان ورغم كل ما يجري، الأردن لم يقطع العلاقة مع إيران لأنه يريد هذه العلاقة، لكن الأردن وكل الدول العربية لا يتدخلون في الداخل الإيراني ولا يتآمرون على إيران، لكن كل دولة حقها أن تدافع عن أرضها. والأردن ليس معبرا لفتاشات إيران ليذهبوا من أي مكان آخر ويطلقوا، لأن قرار الحرب هو قرار يتعلق بالدولة، كل دولة لها سيادتها. ماذا لو أن إيران الآن نريد أن نرسل مسيرات فوق أراضيها، هل تقبل؟
هل تقبل أن باكستان ترسل أو تركيا ترسل فوق عربها طائرات؟ هي في المياه الإقليمية، في المياه البحرية، تأتي إلى سفن وقرصنة سفن وتقول هذه حدودنا وهذه سيادتنا. فهل الأردن ليس له سيادة وليس له أجواء؟ نعم. الأجواء سيادة أردنية ومن حقنا أن ندافع عن بلدنا. الوزير والدبلوماسي السابق دكتور بسام العموش، كنت معنا من عمان عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أشكر من طهران رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية دكتور عماد أبشناز. فاصل ونبدأ المحور الثاني.